طيب مشاهدينا، وصلنا لفقرة شير. طبعا مجموعة غسان عبود عم تبحث عن منتج أخبار وأيضا منتج برامج العمل معها أو الانضمام إلها بدبي، بفريق عملها بدبي. رح أقول بعض من المؤهلات المطلوبة لمنتج الأخبار: أنه يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بمجال الصحافة والإعلام، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال إنتاج الأخبار والكتابة للصورة. أما منتج البرامج فيجب أن يكون حاصل على شهادة جامعية ولديه خبرة أكثر من 3 سنوات، وأيضا لديه إمكانية على تقديم البرامج التلفزيونية. طبعا مشاهدينا، إذا حابين أنكم تقدموا لهالفرص العمل، فيكم أنكم تدخلوا على الإيميل أو على اللينك اللي حنضيفه مع الحلقة على يوتيوب. وكتير في شروط، بس نحن قلنا شيء على السريع. طيب، منحة دراسية. كلية الأعمال بجامعة ويستمنستر بلندن عم بتقدم منحة دراسية للماجستير ممولة بالكامل للطلاب الدوليين من بلدان النامية، وهي المنحة شاملة، يعني كامل الرسوم الدراسية والإقامة والنفقات المعيشة وأيضا رحلات السفر من وإلى لندن. بصراحة هي لا تفوت. طبعا لتعرفوا تفاصيل تانية وتقدموا عليها بسرعة، فيكم تدخلوا على الرابط رح نضيفه على يوتيوب على السوشيال ميديا. طيب، رح نروح لمنحة مالية، وهالمنحة مخصصة للنساء. منظمة International Women's Media Foundation عم تقدم منح مالية للنساء الصحفيات حول العالم لدعم إنتاج المشاريع الطموحة والقصص المهنية على المستوى العالمي، ورح يتم تمويل التقارير أو تمويل فرص التطوير المهني. طبعا لتعرفوا التفاصيل كاملة باللينك على يوتيوب. وأخيرا عنا تطوع. الأشخاص اللي بيحبوا أنهم يتطوعوا، الله يكتر الأشخاص اللي بيحبوا أنهم يعملوا خير، جمعية يعرب التنموية الخيرية بالأردن عم تبحث عن مجموعة من المتطوعين للانضمام إلى بمشروع التعليم الغير النظامي اللي بيهدف لتطوير ورفع المستوى التعليمي لدى الأطفال. وطبعا هاي الفرصة متاحة للأشخاص يلي بيمتلكوا مهارات التعليم وأيضا بيتقنوا أساليب التدريس. هاي كانت آخر أو كل الفرص اللي موجودة على السوشيال ميديا أو جزء منها على السوشيال ميديا، حابين نشارككم فيها. ما تنسوا فيكم تعرفوا باقي التفاصيل على اللينكس على يوتيوب بس تنزل الحلقة. لهون نحن منكون خلصت حلقتنا، وأنا صار لازم أودعكم. لقيكم الأسبوع القادم نفس التوقيت، أخبار جديدة، ترندز جديدة، وفرص جديدة. باي باي.